عايزين نبدأ خالص من الأول كده، من أول معرفتنا بالأورجانيك. أنا يعني بيتهيألي من أول بريزيليوس، ان شاء الراجل الله. ده كان له باع في الكيمستري كتير يعني. اوكي، نتكلم عن الاورجانيك اولريدي. هي سهله جدا وبسيطه بس تفهمها. هو ستايل مختلف شويه لكنه لذيذ جدا وشيق جدا. لو فهمت الاورجانيك كيمستري هتحبها اكتر من البرانشز الاخرى بتاعه الكيمستري، وهتلاقيك باستمرار عمال بتذاكر اورجانيك كيمستري. زي ما قالت المس، كلها متواصله مع بعض. يعني وانت بتاخد اي جزء بتبص ليك باستمرار، بتحتاج الجزء اللي قبله بتراجعه وبتعيد عليه وبتستفيد منه. وهنبقى نشوف انه ممكن من خلال كومباوند واحد، مثلا سائل اسيتيلين مثلا او كالسيوم كاربايد، ممكن الاول اورجانيك كومباوندز الموجوده عندي ممكن احضرها منه. وهنشوف امثله على كده كتير ان شاء الله. نبدا كده بدايه بالاورجانيك كيمستري، ونقول ان بيرزاليوس، مساله بيرزاليوس. طبعا احنا عارفين ان بيرزاليوس هي كلاسيفاي اليمنتس انتو ميتال اند نون ميتالز، هي كلاسيفاي كومباوندز انتو اورجانيك اند ان اورجانيك، هي بوت ذا فايتال فور سير. سو هي كلاسيفاي كومباوندز انتو اورجانيك كومباوندز اند ان اورجانيك كومباوندز. Organic compound which extracted from animals and plants, from living cells. These organic compounds, these compounds are formed inside living cells by the effect of vital force, as the Berzelius said. This is organic compound. While an inorganic compound can be extracted from mineral sources, other source, not animal, not plants, not living cells. So the organic compounds can be formed inside living cells. This is called vital force theory. طب انا دلوقتي عايزه اسال سؤال، هو الاورجانيك كومباوندز لو ليها تعريف، نقول له اورجانيك كومباوندز زي ما الفيتال فورس ثيوري قالت، بس احنا طبعا عارفين دلوقتي ان التعريف ده ثبت خطأ. فنقول يعني الولد لو طلب منه تعريف الاورجانيك كومباوندز يقول مثلا ان ذا باست ات واز كذا ودلوقتي كذا، ولا يقول يعني لا لا لا، كومباوند حاليا هي الكومباوند اوف كاربون، اكسبت الكارب، يقول التعريف اللي هو طب بالظبط انا اللي كده احنا فهمت قلناه اللي حضرتك هتقوله لنا ان دلوقتي. شاء الله. اوكي، يبقى الفيتال فورس هي بتقول ان الاورجانيك كومباوندز، اورجانيك كومباوندز can be formed only in living cells. In living cells. By the effect of a vital force. Vital force. عشان كده بنسميها vital force. Fowler destroy the theory. Fowler is a scientist, I think German scientist. Fowler. هو طبعا الديستروينج بتاع ثيوري دي هيكون من انك انت تحضر اورجانيك كومباوند ان ذا لاب، لان طبعا بريزيليوس قال انها cannot be synthesized in the lab، فيبقى الديستروينج بتاع ثيوري اصلا انك انت ان هو فولر نجح في تحضير اورجانيك ماتيريال in the lab. مش بس كده كمان، ده من inorganic materials، يعني الراجل كسر النظرية تماما، ما بقتش ليها وجود. طب احنا بندرسها ليه يا جماعة؟ يجب ان نحترم افكار الاخرين، لانه مفيش علم بيبدأ الا زي ما بيقولوا عامل زي السلم. يعني فولر ما حطمش النظرية دي الا لم او يعني ما بدأش يفكر الا لما بيرزيليوس طلع نظريته. يبقى من بيسموه كده من الجراتيتيود ان احنا عالم زي ده جليل، خصوصا ان بريزيليوس الحقيقه له افكار كيميائيه كتيره جدا. يعني زي ما المستر قال، هو قسم الاليمنتس لميتال ونون ميتال، وعمل كلاسيفيكيشن للكومباوندز اورجانيك وان اورجانيك. يعني الراجل عمل حاجات كتيره جدا، فما ينفعش نيجي نقول ايه لا ده احنا مش هناخده، ده كلامه طلع غلط. لا طبعا، مفيش حاجه في العلم اسمها كلامه طلع غلط فما نقولوش. لا بالعكس، ما هي الغلطه دي هي اللي حركت، او هو ده الطريقه، الفكره اللي خلت فولر يفكر النظريه دي صح ولا غلط. هو فولر ما كانش عارف انها غلط، هو بيفكر الكلام ده صح ولا غلط. هو بيقول can't be synthesized in the lab، ده كلام مين؟ بيرزيليوس. فولر النظريه دي
فكر يحضر، هو شايف ان في من النجاح ان انا احضر اورجانيك ماتيريال في اللاب، طبعا ده نجاح تاني، فبالتالي لازم نذكر النجاحين يعني. هو كل هنلاقي كل الاورجانيك كومباوندز موجوده فعلا في الليفنج سيلز، خلاص. فعشان كده ده اللي خلى بريزيلش يعتقد انها لا تتكون الا انسايد ليفنج سيلز. لكن لما جه فولر بالتجارب بتاعته قدر يحضر اليوريا من الامونيوم ثانيت، والامونيوم ثانيت ده بنجيبه من 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 مينرال سورس، يعني موجود من صخور موجوده عاديه في الايرث كراست. فده اللي خلاها يهد الفايتال فورس. لا، مش شرط انها تتكون انسايد ليفنج سيل، لكن ممكن انا احضرها فين؟ في اللاب. هو عمل ايه بقى فولر؟ جاب الامونيوم ثانيت، هو الاول بدأ من الامونيوم كلورايد مع السيلفر سيانيد. حضر الامونيوم ثانيت من الامونيوم كلورايد. ادي الامونيوم كلورايد NH4Cl. الحقيقه الايكويشن دي كمان ممكن تيجي في الامتحان، انه يقول للطالب from inorganic material how can you prepare organic material، فطبعا كانك بتقول له فولر عمل ايه. فهنبدا من الامونيوم كلورايد مع السيلفر سيانيد. مع سيلفر سيانيد هيديني ال سيلفر كلورايد AgCl، وده احنا عارفين انه وايت بريسيبيتيت، والامونيوم بلس امونيوم سيانيد. عمل ايفابوريشن للامونيوم سيانيد NH4CNO ايفابوريشن، فتحول الى اليوريا NH2CONH2. اتعاد ترتيب الاتومز زي ما نعرف كده في حاجه تسمى الاستراكشر فورمولا. فده عباره عن الامونيوم امونيوم سيانيت، دي عباره عن اليوريا. الامونيوم سيانيت ان اورجانيك كومباوندز، بينما اليوريا اورجانيك كومباوندز. سو هنا بيبقى الكوتشن عباره عن ايه؟ هاو خود فولر destroyed the vital force theory because he could prepare the organic compound urea from inorganic compound الامونيوم سيانيت، واكتب الايه التو اكويشنز.